تراه إنسانا عاديا، وهو بالفعل كذلك، يأكل ويشرب ويلعب، يعيش بجسده فقط، لكن إدراكه لا يكون متواجدا في أغلب الأحيان. يمكنك أن تطلق عليه اسم الحاضر الغائب، إنه مريض التوحد. التوحد مرض عضوي نفسي يؤثر على الاستيعاب وقدرة المخ على استقبال المعلومات ومعالجتها، مما يجعل المصاب يعيش في عالم معزول تماما وغير قادر على تعلم السلوك الاجتماعي. ربما لا يزعجك صوت صفحات الكتاب، وربما لا يزعجك صوت سرير الكرسي واحتكاكه في الأرض، لكن هذه الأصوات قد تجعل المريض يؤذي نفسه ويطرب رأسه بالجدار حتى ينزف دما، بل وقد يعض يده بشدة إن كان طفلا، وقد يؤذي والديه. أصوات قد تسمعها عادية، لكنه يسمعها كقنبلة نووية، والسبب في ذلك هو الخلل الحسي السمعي في معالجة الأذن للأصوات. تكلمه، بل وقد ترفع صوتك عليه وأنت تظن أنه يتجاهلك ولا يرد عليك، لكنه في الحق بل يرى أطيافا وظلال، وربما تنادي عليه فلا يرد عليك إلا بعد فترة من الزمن، وقد تقول له مزحة فيضحك، ولكن بعد وقت قليل. ليس لأنه مجنون أو متخلف عقليا، بل لأن ردة فعله تجاه الأشياء يكون بطيئا نوعا ما. ولكن الخبر المفرح أنه اكتشف مؤخرا أن مرضى التوحد يعانون من نقص حاد في مادة السيروتونين في النواقل العصبية، وبعض العلاجات قد تساهم في تحسن المصاب. فإذا رأيت شخصا يقوم بتكرار نفس الحركات، أو لديه صعوبة في الكلام، أو لديه تشنجات في جسده، أو غير ذلك من التصرفات الغريبة، فلا تقل أنه مجنون أو متخلف، إنه إنسان مثلك. إذا كان لا يعيش في عالمنا، فحاول أنت أن تدخل إلى عالمه، فربما تشعر بما يعانيه.